السلام عليكم. واحد سؤالك كان طرحه لنفسي بزاف المرات، فاش كنشوف بزاف تطبيقات في الهواتف كيخدموا بالذكاء الاصطناعي وخدمتهم واعره ومتقونه، ولكن ما تشوفهاش في البيسي. من بينهم واحد البرنامج ديال الكاب كات اللي هو خاص بالمونتاج، وكان البرنامج مجاني وفيه دي اضافات وطريقه ديال المونتاج ديالو واعره بزاف، ولكن ما كاينش في الكمبيوتر، مختص فقط في الموبايل. وهذا كيخليني نتسائل علاش ما يديروش بحالو في الكمبيوتر، غادي يفيد بزاف الناس، وبزاف الناس كيخدموا المونتاج في البيسي ماشي في الموبايل. مؤخرا انا كنقلب بالصدفه حتى لقيت بان هذا البرنامج هذا متوفر للبيسي، وماشي مده قصيره، نقدروا نقولوا واحد تقريبا واحد العام هو متوفر في نسخه ديال البيسي. جربته ولقيت واحد البرنامج اللي خرافي، فيه اضافات اللي واعرين بزاف، طريقة ديال المونتاج ديالو سلسة لواحد الدرجة كبيرة، احترافي بما تحمله الكلمة من معنى، التأثيرات ديالو ترانزاكشن، طريقة ديال المونتاج ديالو اكسبورتين ديال الفيديو، كل شيء فيه واعر. وانا كنتوقع من هنا لواحد العام عاوتاني غادي يوليو فيه اضافات ديال الاي اي الذكاء الاصطناعي اللي متطورين بزاف. لذلك والأهم هو أنه برنامج مجاني، يعني فابور خدم به بلا ما تصدع راسك مع الكراك ولا تشري نسخة ولا حتى شي حاجة. لذلك قررت أنني ندير عليه فيديو ونشرح لكم هذا البرنامج هذا اللي أنا متأكد بلي بزاف الناس اللي باغيين يبداو اليوتيوب أو مجال المونتاج غادي يفيدهم. السلبية الوحيدة اللي فيه هو أنه ما كيدعمش العربية، ولكن غادي نتعرفوا على واحد البرنامج غادي يساعدنا باش نكتبوه بالعربية. ما نطولش عليكم، يلا نتعرفوا على أقوى وأحسن برنامج مونتاج سنة 2023. السلام عليكم من جديد. اول حاجه كيفاش نتيليشارجيو؟ سهله بزاف، سير جوجل وكتب كاب كات اونتري، اول جهه بحث غندخلوا ليها. الى نزلت لتحت غتلقاه تقدر انك تيديتي اونلاين، ولكن كيخدم غير في جوجل كروم. انا كنخدم اوبيرا فما خدمش ليا. اولا احسن حاجه هو انك تانستالي في الويندوز ديالك بالضغط على داونلود فور ويندوز. الحجم ديالو فقط قريب 400 ميجا. بعد ما تانستاليه نفتحوا البرنامج باش نتعرفوا عليه. احسن الميزه ديال هذا البرنامج خفيف بزاف، وما كتحتاجش انك كل مره دير كونترول اس سوف غاردي، هو اي مرحله كديرها كتسوف غارد اوتوماتيكمون، يديرك حتى تكراش معاك غتعاود تحلو وغيدخل في نفس المرحله فين بقيتي. الواجهه بهذا الشكل هذا، ما كتحتاجش دير واحد ساينين بحال مثلا انا كنخدم به بلا ما ندير واحد ساينين. غنكليكيو على ستارت كرييتين. هذه هي الواجهه ديال البرنامج ديالنا. اكيد تقدروا تغيروا اللاي اوت كيف ما كتشوفوا عن طريق الضغط على هذا الزر هذا. حاليا واقفين على ديفولت لاي اوت، تقدروا تبدلوها على حسب الاختيار ديالكم، ميديا فيرست ولا بلاير ولا ادجستمنت فلتر ولا تايم لاين. انا كنخدم على الديفولت لاي اوت دائما، سهل بزاف اورغانيزي بواحد الطريقه زوينه بزاف. شفتوا معايا هنا الفوق عندنا الميديا، هنا فين كنامبورتيو الميديا ديالنا باش نعدلو عليهم ندير عليهم المونتاج. هنا الاوديو فيه بزاف ديال التراك اوديو اللي تقدر تخدم بهم فابور. هنا لو بغيتي تضيف تكست، هادو ستيكرز اللي بغيتي تضيفهم للفيديو ديالك كما كتشوف بزاف غتعرفوا عليهم كاملين. هادو لي زيفيكت اللي كاينين في البرنامج، هادو لي ترانزاكشن زوينه بزاف واحترافيه. هادو لي فيلتر تقدر تضيفهم للفيديو ديالك حتى هما متنوعين بزاف. وهاديك الادجستمنت اللي بغيتي دير واحد الادجستمنت لاير فوق الفيديو ديالك، غادي التاثير ديالها غيكون على جميع الطبقات اللي تحت منها. هنا لتحت كنلقاو التايم لاين ديالنا، وهذا البلاير اللي كيتعرض لينا الفيديو، وهادو لي ديتيلز ديال اما تيكون الافكت ولا الايديتين ولا الترانزاكشن ولا الميديا اللي كنتي واقف على الميديا. الى جينا الفوق كنلقاو مينيو اللي فيها بعض الاعدادات بحال الفايل بحال الايديت كنترول زد كنترول كوبي كات الى غير ذلك، ديليت الى غير ذلك. هنا اللاي اوت اللي كنلقاوها هنايا نيت فين تعرفنا على اول مره، وهادو بعض الاعدادات ديال البرنامج بحال مثلا الصوره فاش كتحطها شحال من ثانيه كتكون فيها الى غير ذلك. ملي كنجيو هنايا كنلقاو الايماج دوريشن، الفريم ريت تقدر تخلي الديفولت ديال هي 60، البيرفورمانس تقدر انك تخدم بروكسي، تقدر انك تعدل بعض البيرفورمانس ديال انكودين الى غير ذلك، ولا الفورس ديال الجي بي يو. وهذه لانجويج او اللغات، ما كيدعمش العربيه، كيدعم
من اهم اللغات هي الانجليزيه والفرنسيه. نشوفوا معايا هنايا غتلقاو اوتو سيف، اي حاجه كديرها كتسيفا اوتوماتيكمون. هنا اكيد عندنا خانه ديال الشورت كات، من الحوايج اللي كنت كنفضل نكونوا في البرنامج واننا نتحكموا في الشورت كات. مثلا نبدل هاد سبلايت نرجعها شي اختصار من عندي. للاسف ما عندوش، عنده فقط واحد جوج ديال الشورت كات، نمبر 1 ونمبر 2. اختار اللي غادي يريحك وخدم به. انا كنخدم بالنمبر 2 حسن لي حيت قريب لكيفاش كنمونطي في البريمير برو. هذا هما جميع الاختصارات. تعرفنا على البرنامج، اجيو نتعرفوا على كيفاش نمونطيو به، شنو هما المميزات ديالو، ونتعرفوا لي زيفيكت. كيفاش تامبورتي فيه واحد الميديا اللي تعدل عليها؟ سهله بزاف. اون فوا كتشدها كتجليسيها في البلاصه ديال امبورطاسيون كتكون معاك هنايا، عاد من بعد تقدر انك تجليسيها في التايم لاين ديالك. اوكي، هذا هو التايم لاين ديالنا. كيف كتشوف معايا هنايا، هنايا بعض الاعدادات اللي نقدروا اننا نتحكموا فيهم بالنسبه للتايم لاين ديالنا، بحال الفيديو سكيل ولا تكبير الحجم ديال الفيديو، روتيشن هنايا الدوران ديالو، هذه البوزيسيون ديالو نقدروا نتحكموا فيها كما كتشوف، او فقط انطلاقا من الفيديو هنا كنقدروا نتحكموا فيه بهذا الشكل. هذا ندوروه بحال هكا، هذا تقدر دير ليه واحد ستابيليزيشن، تختار ليفل ريكومندد مثلا. الاوديو كنتحكموا في الاوديو، الفوليوم نقصوا منه ولا نطلعوه، هذا الدخله والخرجه ديال الكليب ولا هذا الفيديو ديالنا. نويز ريدكشن، فاش نكليكو عليها يدير واحد نويز ريدكشن، اي حاجه مزعجه في الفيديو غيحيدها لينا. هنا فويس افكت، نقدروا نتحكموا في الفويس افكت، نديروا ليه نبدلوا الصوت، نديروا صوت ديال الروبو مثلا، صوت الكترونيك، او نديروا بزاف لي زيفيكت بحال هكا. صراحه زوين بزاف. هذا السبيد نقدروا نتحكموا في المقطع، يعني السرعه ديالو. اون فوا موقفوا عليها كتزاد لينا واحد الشريطه هنايا، نقدروا نشدوها ونمطوا الفيديو بحال هكا، غتزاد يولي بطيء كيف ما كتشوفوا معنا، او الا زدنا قصرناه غيولي سريع بزاف كيف ما كتشوفوا معنا، او نرجعوه كيف ما كان، رجعوه في الواحد باش يبقى في المود الطبيعي ديالو. فاش الى بدلتي السرعه اكيد كتبدل حتى الصوت. هنا تقدر انك تاكتيفيها ولا ديزاكتيفيها من هنايا، الا كانت ديزاكتيفيه كيبقى الصوت عنده نفس لاطون ديالو، نفس الرنه ديالو ما كتبدلش. هذه انيميشن، تقدر دير واحد الانيميشن للفيديو. الفيديو كيجي بالانيميشن بلي زيفيكت في جميع الحوايج اللي فيه، حتى من الموسيقى ولي ستيكرز هما يا كيتحملوا اثناء الخدمه. يعني كيف ما كتشوف معايا هنايا، اغلبيه هادو خاصنا تنتيليشارجيهم باش نخدم بهم، حيت ما كيجيوش انستالين باش يجي شي حجم كبير. فمثلا انا بغيت نخدم بهذا، غنكليكي على هاد الكلمه ديال داونلود او تحمل معايا، ولكن كيتيليشارجو دغيا. من بعد كليك وحده كتضاف معايا. هذا اكيد اللي شفتو معايا هنايا، هذا الان يعني الدخله، هذا الاوت تقدر تختار حاجه الخرجه، الافكت اللي غادي يكون في الخرجه والانيميشن غادي تكون في الخرجه، او تقدر دير كومبو اللي كيكون في الدخله وفي الخرجه ملاقيين مع بعضياتهم. تختار واحد مثلا بحال مثلا هذا، نختاروه بحال هكا، كتجي الفيديو بهذا الشكل. هذا هو كيجي زوين مع الصور ولا المقاطع اللي قصار، يعني 5 ثواني 6 ثواني الى غير ذلك، ماشي مقاطع طوال، حيت كيكون شاد الفيديو كامل الكومبو من البدايه حتى الاخر. هذا تراكين، الناس اللي عندهم مع المونتاج كيخدموا بالتراكين، فهذا واحد التراكين تقدر انك تضيفه للمقطع، هو تراكين كيخدم بشكل احترافي بزاف. ان شاء الله غادي نتعرفوا على الحوايج الادفانسد في البرنامج في فيديوهات مخصصه ان شاء الله. هذا الادجستمنت، نقدروا نديروا واحد الادجستمنت، نتحكموا في الكولور كما كتشوفوا معايا، الكولور لاطون ديال الكولور، وإعدادات آخرين خاصين بالإضاءة، البرايتنس مثلا، الكونتراست، الهايلايت، الشادو، بزاف الحوايج تقدروا تحكموا فيهم، الشاربنس ولا الشاربن. بلا كليكينا على أبلاي تو آل يعني غادي تضاف المقاطع كاملين. مثلا إلى عندنا
مقاطع بحال ما هذا مقسمين مقسمين بهذا الشكل هذا، وكنا واقفين على هذا المقطع هذا مثلا وعدلنا عليه، درنا عليه نفس هذه الاعدادات. الا درنا ابلاي تو ال غيضافوا لجميع هاد الكليب اللي عندنا في التايم لاين ديالنا. اذا كان داكشي عمل كبير تقدر تعدل غير على واحد ودير ابلاي تو ال غيضاف اليوم كاملين. نجيو دابا الاوديو هنايا اللي صيفط عندنا، هنايا عندنا الاوديو نقدر نختاروا شي موسيقى معينه ونضيفوها للمقطع ديالنا، اولا واحد الافكت معين. إذا بغينا شي افكت حيت فيه بزاف ديال الافكت نقدروا نقلبوا عليه هنايا، بحال مثلا ديروا ساوند افكت فار اللي كيدير في المقاطع ديال الضحك مثلا. ضغطه وحده كتضاف معنا، كنشدوها نتحكموا فيها نحطها فين ما بغينا. من هنايا نقدروا نطلعوا ولا نصغروا ولا نكبروا التايم لاين ديالنا باش نتحكموا فيها، نحطها في شي مكان معين مثلا. هنا ميوزيك نختاروا شي موسيقى مثلا، مثلا نضيفوها نحطوها مثلا في التايم لاين لتحت كاع بهذا الشكل هذا. نقدروا نعدلوا على الصوت نقصوا منه من هنا مثلا، كما كتشوفوا معايا كيتنقص حتى من الفوليوم هنا لتحت. نقدروا نديروا واحد الدخله ديال واحد ثانيه وخرجه ديال واحد ثانيه بحال مثلا هكا كما كتشوف معايا هنايا، ولا عندنا واحد الشكل مائل، واحد الشكل مائل نقدروا نتحكموا فيها بحال هكا كما كتشوفوا معايا راه كيتبدل حتى من هنايا، نتحكموا فيه بهذا الشكل هذا. هذا حتى هو نتحكموا فيه. هنا عندنا التكست، التكست كنقدروا نضيفوا واحد التكست معين، هذا تكست ديفولت نقدروا نضيفوه مثلا هو يضاف معنا. نشدو نكليكو على هاد البليس او نضاف معنا التكست هنايا حيت هاد الموسيقى هادي. فاش كنكليكو عليه كيعطينا كيفاش نعدلو على التكست. للاسف ما كيدعمش العربيه، شوفو معايا العربي كيفاش كيكتبها. هنا كنتحكمو في الخط مثلا، نختارو هاد الخط هذا نشوفو معايا العربي، نختارو هنا واحد الافكت مثلا من هنا باش يبان معنا مزيان. هو اختار هاد الافكت ماشي معايا، هاي العربية كيفاش كتبان، كتبان مقلوبة. لذلك غنستعنو بواحد البرنامج اللي هو هذا. هاد البرنامج سميتو برنامج تدوين، تقدروا تقلبوا عليه غاتيليشارجيو. هنا غنكتبو السمية اللي بغينا وغنكوبيوها عندنا، مثلا نكتبو سعيد بشكل اوتوماتيك. المهم فكتكتبها كتكوبا عندك في الويندوز. دابا نجيو هنا ونديرو كولي بشكل مباشر، اهي ولات مكتوبة معنا بشكل مزيان بشكل مقعد. هذه الطريقه الوحيده باش نكتبوا به باللغه العربيه. اما اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه راه كيدعمها بشكل مثالي. هنا نقدروا نختاروا نمط معين، كاين بزاف الانماط بلا ما نعذبوا راسنا ونبداو نصايبوا شي نمط من البدايه، كاين بعض الانماط نقدروا نختاروهم بهذا الشكل هذا. وهادو اعدادات خاصين بالكتابه، بحال عندنا هنا ستوك، عندنا هنا الباك جراوند، هنا عندنا الشادو، نقدو نقادوهم. او ممكن انك تجيب واحد الافكت واجد من هنايا وتحطو مثلا. كاين بزاف ديال الافكت، بزاف 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 الافكت اللي بغيتي غاتيليشارجيه بعدا هو الاول عاد باش غتحطو عندك. كاين بزاف الافكت هنايا محطوطين على حسب اللون. عندنا ثاني تكست تومبليت، هو فيه بزاف ديال التومبليت تقدر تحطهم، حتى هما منظمينهم على حسب النوع ديالهم بحال هذا الفلوغ كما كتشوف معايا بزاف ديال لي تومبليت مثلا. هذا غنتيليشارجيه وغنضيفو، ها هو غيتحط معنا بهذا الشكل هذا كما كتشوف معايا، ها هو بهذا الشكل هذا. تقدر تكبرو او تصغرو من الحواف ديالو الا كليكيتي عليه، تقدر تبدل الكتبه من هنايا دير الكتبه اللي بغيتي وتصغرو وتكبرو من هنايا او من هنايا كما قلت لكم. هذا فيما يخص الكتبه. عندنا لي ستيكرز، عندنا بزاف ديال لي ستيكرز هنايا، حتى هما كتيليشارجي واحد فيهم بحال ما هكا ودير لي اضافه غيضاف معاك في الكليب ديالك، غتشدو من الحواف تكبرو بحال ما هكا مثلا غيظهر بهذا الشكل هذا.
فيهم تا هما بزاف وهم منظمين على حساب النوع. كاين بزاف ديال لي ستيكرز، بزاف بزاف ديال لي ستيكرز، ستيكرز زوينين صراحة. الناس اللي كيديروا لي فلوغ غيفيدوهم، الناس اللي كيبغيو يديروا شروحات غير لقاو ستيكرز ديال الشروحات اللي باغيين يديروا زوينين بزاف. نجيو هنا الايفيكت، عندنا هنا الايفيكت خاصين بالفيديو. مثلا عندنا الايفيكت هذا الى ضفناه غيظهر معايا الفيديو بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. كاين عندنا هذا الايفيكت حتى هويا، كاين هذا الايفيكت هذا غنحطوه حتى هويا تيشارجي ونحطو غيظهر معايا بهذا الشكل هذا. كاين بزاف ديال لي زيفيكت، كاينين بزاف حتى هما منظمين على حسب هذا الفيديو ايفيكت. هذا البودي ايفيكت هو فيه بزاف الحوايج تقدر تضيفهم في الفيديو ديالك. هادو لي ترانزاكشن، لي ترانزاكشن كيحتاجوا واحد الفيديو مع فيديو اخر. مثلا نقسموا هذا صافي. دابا ندير نضيفوا مثلا واحد ترانزاكشن هنا حتى هما عندنا بزاف ترانزاكشن خاصين بالكاميرا الايفيكت. هذه بيزيك ترانزاكشن، هذه سوشيال ميديا ترانزاكشن، بزاف الحوايج زوينين بزاف. هذا سلايد، هذا ترانزاكشن ديال الماسك. دير مثلا كاميرا ترانزاكشن، اختار واش بعد الا حطيتي بلا سوري غيبان لك ترانزاكشن كيفاش كيبان. مثلا انتي شارجيو هذا ونضيفوه عندنا او غيبان معنا هنايا كيفاش غيبان معنا. قطعو عاوتاني من هنا مثلا ونضيفو مثلا شي ترانزاكشن واحد اخر، مثلا انتي شارجيو هذا ونضيفوه او غيبان معنا هنايا. شوفو كيفاش غيبان ترانزاكشن ديالنا. ترانزاكشن تقدر تحكم في الدوريشن ديالو، طلعها او نزلها من هنايا. اي حاجه غتكليكي عليها يبان لك الاعدادات ديالها هنايا تقدر تعدل عليهم. باش تحذف ترانزاكشن عادي، انفو كتوقف عليها كدير ليها سوبريمي، ولا كتوقف عليها وكتكليك كليك ضروب كتكليكي ديليت. هذا الفلتر، هذا فلترات نقدر نحطوهم للفيديو ديالنا. كاين بزاف ديال لي فلتر، مثلا هذا هو تيشارجيته نحطو غيبان معايا بهذا الشكل هذا ها هويا. الا بغيت نطولو على الفيديو كامل غنجرب حالنا هكا باش يبقى التاثير ديالو على الفيديو كامل. هذا هو الفرق ما بين الفيديو بالتاثير وبلا تاثير، هذا بلا تاثير هذا بالتاثير. وكاين بزاف ديال لي فلتر، هذا ناتور، هذا فلتر ديال ريترو اللي هو هذا ريترو. مثلا شوفوا التاثير ديال ريترو، تقدر تحطو نيشان على الكليب يكون معاه كامل، او تقدر تحطو فوق منه بشكل واحد ادجستمنت لاير. لو بغيتي تحطو ادجستمنت لاير غتحطوه هنايا الفوق ها هويا كيولي على شكل ادجستمنت لاير، او تقدر تحطو على فوق من الفلتر ولا فوق من الكليب باش يضاف معاه. بغيتي تحيد الفلتر هاد الفيديو هذا غتلقى الفلتر ديالك هنايا، تقدر تسيبريمي ها هويا. كتجي الفيديو هنا غتلقى هنا الفلتر، تقدر تكليك عليه بحال ما هكا وتقدر تسيبريمي بحال الشكل هذا كتحيد معاك الفلتر. هاد الادجستمنت لايت تقدر دير واحد الادجستمنت لايت تحطها هنايا ودير ليها واحد الاعدادات معينه. هنا لوت ما كاين حتى شي لوت تقدر تختارها، تقدر تعدل على شي وحده من هنايا بحال بهذا الشكل هذا كيبقى غير ادجستمنت لاير. اللاير اللي تيكون تحت منه كيطبق عليه هذاك التاثير، هذا هو ادجستمنت لاير. كاين واحد الحاجه زوينه بزاف الا وقفنا عليه وجينا للفيديو غنلقاو هنا بعض الاعدادات. هذا عندنا الكات اوت، تقدر دير فيه واحد الكروما اللي تحيد واحد الطبقه مثلا، او تقدر دير واحد الاوتو كات اوت كيحيد لك الباك جراوند بشكل اوتوماتيك. مثلا بحال مثلا تقدر يحيد لي الباك جراوند، غنكليكي عليها بهذا الشكل هذا غتشوف البروسيسين غيحيد لي الباك جراوند وغادي يخلي لي فقط خليك انت يعني كيحيد لك الباك جراوند بواحد الشكل دقيق بزاف كما غتشوف معايا. انا غادي بلا باك جراوند بلا جرين سكرين بلا والو كيحيد لك الباك جراوند بواحد الشكل سبيسيفيك بزاف بواحد الشكل دقيق بزاف. نقدر نجيب شي حاجه نحطها تحت من اللاير ديال باش تبان كتبان، يعني كيحيد لك الباك جراوند بواحد الشكل دقيق بزاف. هادي تقدر دير واحد الماسك، واحد الماسك اللاير ديالك.
هذه اللي بغيت نوريها لكم ديال واحد لي فيلتر كيتحطوا على الفيس ولا البادي حتى البادي. مثلا الفيس هنا كليك عليها كيحدد لك الفيس بشكل اوتوماتيكمون بحال مثلا بهذا الشكل هذا. هنا سينجل مود اللي كان فيس واحد ولا الملتي مود الا كان بزاف ديال الوجوه. مثلا سينجل مود تقدر دير الوجوه ديالك مثلا كان فيه حبوب شي حاجه تقدر دير ليه سموث وتخليه كينقي لك الوجه ديالك كيف ما كتشوف معايا. نكبروا هنا غادي نشوفوا قبل ها بعد هنا كينقي لك الوجه ديالك. هذا كيوضح لك الوجه ديالك بحال كيزيد شويه الضوء في الوجه ديالك فقط ماشي الفيديو كامل فقط وجهك كيف ما كتشوف معايا. هنا السنان ديالك رجعوا مبيضين راك شفتوا معايا ها هما شوف سناني قبل هنا بعد كيفاش ولاو بيضين. غندير الفيديو غنديرو شوف معايا سناني بيضين هوليود سمايل صراحه فيه تاثيرات زوينين بزاف خصوصا الدريات اللي كيبغيو دير كيديروا هادشي ديال البيوتي شي حاجه غيفيدهم بزاف. هذا بالنسبه للفيس او تقدر تكليك على هاد الزر هذا باش يرجع معاك الاضاءه كيف ما كان. هذا الفاسيال بيوتي كتختار شنو بغيتي بالضبط الفيس الايز نويز المونث ولا الفم. مثلا الفيس هنا كتختار مثلا تغلظو ولا ترقو فيه بزاف اعدادات. هذا شاين تصغرها ولا تكبرها. هذا كتحكم في الوجه ديالك بحال كتحجمو بحال وداك التاثيرات فقط على الوجه. هنا تقدر دير ميك اب هنا رجع هادشي كيف ما كان. هنا تقدر دير واحد الميك اب المهم بلا ما تضحكوا عليا هضره ديال جريب. مثلا شوف هاد الميك اب هذا انا اصلا يعني الفيديو ما واضحش مزيان كيدير لك التاثير هذا الوجه ديالك. الا جبت في شي فيديو واضح غيبان اكثر فيس نجيو الميك اب من الميك اب نختارو. مثلا شوف هاد الميك اب كيفاش غيبان قد ما كان الفيديو واضح اكثر وكاليتي ديالو مزيانه قد ما التاثير كيبان واقعي اكثر. شفتوا معايا هاد التاثير هذا انا نخدم الفيديو بشكل طبيعي كما كتشوف بحال لي جزء من الوجه ما كاين حتى شي تاثير حتى شي فرق. غادي نزيد نقرب الوجه بهذا الشكل هذا نديرو مثلا هاد الثانيه كما كتشوف معايا بهذا الشكل هذا هاد الثالثة هادي الرابعة هادي الخامسة هذا خاصة بالعين الرموش كتلقاهم كيبدل لك الرموش لحسب النوع اللي اختاريتي. هذا شويش خاصين بالماي ميك اب ما كنفهمش فيهم كما كتشوف معايا كيبدلهم لك بهذا الشكل هذا في عينيك. هذا الفم يعني بحال كيدير لك عكر ولا شي حاجه بحال هكا في الفم ديالك ني بزاف صراحه واعر بزاف. هذه خاصه بالبودي هذه خاصه بالجسم كيتخن الجسم ولا كيرقق الجسم. المونتاج اللي فيه سهل درجة كبيرة بزاف ما تتخيلوهاش. هذا بحال ما دور الكليب ديالنا هاد الشورت كات خدام بالشورت كات نمبر 2 حيت كنبغي انا نخدم بالشورت كات بالكلافي ماشي هنايا. اما عندنا هنايا طرق التعديل. هذا الفيديو ديالنا تقسيم ولا تقطيع الفيديو عندنا هاد الاداة هادي سبلايت كنترول كي كنكليكيو عليها كتقسم لينا. هادي أداة ديال الميروار يعني كتشد الفيديو كتقلبو. هادي ريفيرس يعني كتشد الفيديو كتقلب ليه كيولي كيخدم من اللور لقدام. هنا اللي عشت الحونة يفول باتك لشي يجلك لينا يستك لشي وانا يا هذا نجم روسية اوكي نرجعو كيف ما كان. هادي ديليت اهم عنصر عندنا هو سبلايت اللي كيقطع لك الفيديو كتعدل عليه. انا كنخدم اللي زوين فيه انك تختار اما يعني عندك سبلايت مود وعندك سيليكت مود. هاد لي مود هادو هما اللي كنخدم بهم انا بحال مثلا ملي كنبغي نقطع كندير سيليكت مود كنكليك على السي كنولي في سيليكت مود
يعني كتولي ان فوا كنكليكي بهاد بلا سوري بهاد المقص هذا اللي عندي كيقطع عليا كما كتشوف قطع هنا. خاصة عاوتاني حاجة أخرى نبغي نقطع، نقاد بعد هادي عاوتاني من قطع هنا كنقطع هنا كنشوف داكشي اللي بغيت نقطع، كندير المونتاج على خاطري دابا نفس سيليكت مود صافي. كنبغي نبدل كندير في كيرجع لي في المود ديال سيليكت، كنولي سيليكت كيتحدد ليا وكنعدل وكنشد بحال ما هكا يعني عادي جدا. عندنا هنايا ان بعض الاعدادات لك اكتيفيهم كاملين يعني ما يمكنش لك تبعد واحد على مقطع واحد اخر، فيما كنجيب هذا هنا غيجي لنا خاصك تحيد هذا العيار هذا باش تقدر انك تتحكم فيه وتحطه فين ما بغيتي. وهادو اعدادات اللي كيخلي انفو كتقرب الفيديو لمقطع واحد اخر كيلصق معاه بحال كيجبدو، لا ما كانش غيولي كيتحكم بهذا الشكل هذا كيولي حر، ما كاينش يعني ما كيتجب ماشي كتقربوا لواحد اخر كيجبدو عنده. وهذا مفيد الا بغيتي تخلي واحد الفراغ صغير بين المقاطع، اما ملي كتاكتيفي كيولي انفو توصلها واحد اخر كيجبدو كتحطو كيولي لاصق معاه ما كيخليش الفراغ. هادو اعدادات تما خصكم تعرفوهم، هذا كيكبر التايم لاين وكيصغرو اكيد. هادو بعض الاعدادات اللي بغيتي تكتم الصوت لهذا المقطع هذا، اذا الا بغيتي تغبر هذا المقطع هذا ما يبانش، الا بغيتي تشوف شي واحد مع فوق منه ولا تحت منه عفوا تحت منه غتغبرو من هنايا. هذا اللوك كتسد ما يمكنش لك تعدل عليه ولا تقرب ليه ولا دير فيه اي حاجه يعني كتسدو من هنايا. اعدادات ديال المونتاج عاديين يعني المونتاج ساهل فيه بزاف. كاين اعدادات وحدين اخرين مثلا كنوقفوا على الفيديو ديالنا نقدروا نكليكيو عليه كنديروا ايديت هنا كنلقاو هنايا الفريز ريفيرس ميروري روتيشن الكروب، هادو كاملين كيحتاجوهم دي ديال المونتاج كتلقاوهم هنايا. هذا باش كوبي كات ديليت الى غير ذلك، كاين بزاف ديال الاعدادات. ايضا المود كتلقاوه هنايا ملي كتكليكيو مثلا هنا كتلقاو هنا المود سيليكت وهنا المود سبلايت، كتكليكي على المود سبلايت هنا كتقطع، ملي كتكليكي على المود سيليكت راه كتحدد. انا كنخدم بالشورت كات كيف ما قلت لكم. في واحد الميزه واحده اخرى انك يعني تضيف ولا دير واحد ريكورد لشي مقطع صوتي، فاش كتكليكي على هذا الريكورد هنا تقدر انك دير واحد ريكورد وتضيف واحد مقطع صوتي في الفيديو ديالك مباشره من السوفتوير. هذه حاجه زوينه ملي كتبغي تعدل على البروجي كامل مثلا بغيتي تغير المقاس الى غير ذلك، اون فوا كتكليكي على الاخوان غتلقى هنا ديتيلز تكليكي على موديفاي غادي يبان لك هنايا كيفاش تعدل على معلومات على البروجي ديالك كيفاش تعدل عليه. مثلا عندنا بيرفورمانس عندنا ديتيلز، ملي كنكليكو على ديتيلز هنا الاسم تقدروا نبدلوا ليه الاسم ديالو، هنا ريزولوشن هذا عندنا ادابتد ريزولوشن نقدروا نكليكيو عليها ونديروا كاستمايز ونبدلوا ريزولوشن كيف ما بغينا هنايا. من هنايا هذا الفريم ريت نقدروا نختاروا الفريم ريت اللي بغينا، من بعد كدير سيف مزيان. فاش كتبغي تكسبورتي البروجي كدير هنا اكسبورت كتلقى هنايا الاسم تقدر دير شي اسم اللي بغيتيه، هنايا فين كيتكسبورتا تقدر تختار شي مكان اللي تكسبورتي فيه الفيديو ديالك. وهادو اعدادات ديال الاكسبورتاسيون، مثلا هنا ريزولوشن تقدر تختار ريزولوشن اللي بغيتي الاتش دي ولا الفول اتش دي ولا 2 كي ولا 4 كي ولا 480 بي اللي بغيتي. عندنا هنا عاوتاني الكوديك يا اما الاتش 264 يا اما اتش اي في سي كتختار واحد اللي بغيتي، من الاحسن كتختار الاتش 264 الام بي 3 ام بي 4. هنا البايت ريت كتخليها هاي ولا ريكومندد ولا لوور، من الاحسن تخليها ريكومندد باش ما يجيش معاك الفايل الحجم ديالو كبير. هنا الصيغه الموف ولا الام بي 4، هذه الفريم ريت تختار الفريم ريت اللي بغيتي صافي كدير اكسبورت. هنا اكسبورتاسيون كدوز بحال الشكل سريع بزاف وسلس، الحجم ديال الفيديو ما تيكونش كبير وايضا الكاليتي كتكون زوينه كما كتشوف معايا. او دغيا كيغيت اكسبورت معنا وغادي يخرج معنا في المكان ديال الحفظ ديالو. كان هذا كل شيء في الفيديو اليوم، تعرفنا فيه على الكاب كات من وجهة نظر ديالي احسن برنامج مونتاج اللي تقدر اي واحد يبدا به، سواء كان مبتدئ سواء كان محترف، فيه بزاف اضافات وبزاف تاثيرات وكيسهل الخدمه وزوين واحترافي في الخدمه ديالو. نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا. رابط ديال البرنامج غتلقاو في الديسكريبسيون اكيد بالنسبه لاي واحد بغى يدخل يتيليشارجيه ويجربه. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي والله يعاون.